السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. عندي سؤالين يا سيدنا الله يرضى عليك. وعليك، اتفضل. بسم الله. الإمام مسجدنا بيقرأ بالقراءات، يعني مرة نصلي وراه بالسوسي، مرة كذا، إيه رأي حضرتك في الفعل ده؟ ما في مشكلة إن شاء الله، ما دام أهل القراءات يجيزون ذلك خلاص. في الأمر الثاني يا سيدنا، والدي